بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم اليوم عن موضوع التوتوريال اللي عنوانه Clinical Aspect of Neoplasia. Objectives of our tutorial are to outline the clinical aspects of neoplasia, to define the paraneoplastic syndrome, and to describe the laboratory diagnosis of cancer. Clinical Aspect of Neoplasia شنو أقصد بيها؟ راح نتكلم أنه شلون ممكن التيومرز تأثر على جسمنا، على our body، سواء كانت طبعا benign tumor أو malignant tumor. Both may have harmful effect, even the benign ones. Okay. شنو هذا ال effect؟ أول شيء وجود ال tumor كماس. هذه الماس ممكن تأثر لي على الجسم حسب موقعها وحسب حجمها. Even لو كانت هذه الماس هي benign، مرات تكون في مكان vital مثلا بالبرين، وممكن تسوي لي ضغط على adjacent tissues and structures، وبالتالي تؤدي لي الى فقدان وظيفتها، مثل ما يحصل بحالة البيتوتري ادينوما اللي هو تيومر بناين وكلش حجمه صغير، لكن بالبيتوتري جلاند ممكن انه يضغط لي على البيتوتري تيشوز ويحرمني من الفانكشن مالتها، وبالتالي يحرم البادي من الهرمونز المهمة اللي يحتاجها للحياة. وممكن تكون أيضا في مكان كلش صغير أو دقيق، مثلا البايل داكت، ومهما كان حجمها صغير سواء بناين أو مالجنت تيومر، ممكن تؤدي إلى إغلاق هذه القناة، وبالتالي ممكن تسوي لي أوبستراكتيف جوندس. زين، ممكن أنه هذه الماس أيضا أو هذا التيومر يكون فانكشنينج تيومر. يعني شنو؟ يعني يقوم بوظيفة أو يقوم بإفراز مواد أو هرمونات معينة تأثر على الجسم، وهاي طبعا نشوفها أكثر ويا الـ benign tumors والـ well differentiated malignancies. ليش؟ لأن يكون الـ tissues مالتها well differentiated، فأقرب إلى الـ normal tissue ومحتفظ بالوظيفة الطبيعية اللي الـ normal tissue ممكن يقوم بها. For example، مثلا إذا عندنا tumors بال islet of pancreas اللي هي normal function مالتها هو إفراز الأنسولين، فإذا صار بها tumor benign أو well differentiated tumor، هذا راح يستمر بنفس الوظيفة، فيستمر بإفراز الأنسولين بكميات كبيرة، واللي ممكن تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر بالدم، ما يعرف بالهايبوغلايسيميا. والهايبوغلايسيميا أحيانا تكون فيتال، قاتلة إلى المريض. الفانكشن الإفكت الآخر اللي ممكن التيومرز تأثر بيها، أنه التيومرز وخاصة من تكون مالignant أو rapidly growing tumors، معناته أنه مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، إحنا التيومرز حتى ينمو ويكبر يحتاج إلى blood supply حتى يبقى التشو viable. فكل ما كان الجروث مالته أسرع، كل ما سرعة تكوين البلاد فيزلز والبلاد سبلاي راح تكون غير كافية أو ما تلحق بهذا النمو السريع، فنشوف أنه يصير بيه نكروسز، وممكن يصير بيه ألسريشن، تقرحات وبليدينج، فممكن أنه يخسرنا كميات كبيرة من البلاد نتيجة الألسريشن والبليدينج. فور إكزامبل، خاصة يصير عندنا ويا التيومرز مال الجي أي تي بالجهاز الهضمي، مثلا التيومرز اللي بالكولون او بالستومك، هذه تكون فد هيدن سورس اوف بليدنج. يعني نشوف البيشنت يعاني من انيميا، يعاني من فقر دم لفترات طويله بدون سبب واضح، لكن بعد الانفستيجيشنز اللي ممكن نسوي هي قد نكتشف وجود ورم بالكولون. هذا الورم يصير بالسريشن وبليدنج، فيؤدي الى فقدان كميات من الدم وعلى مدى طويل بدون ما يحس هو بهذا الفقدان، لكن هذا الفقدان المستمر سواله أنيميا. بالإضافة إلى أنه أي سطح أو أي تشو يصير بي ulceration ممكن يكون عرضة إلى secondary infection. وكذلك عندي بعض الأعراض اللي ممكن تجي نتيجة الربتشر أو الانفاركشن of that tumor. For example، خاصة بالتيومرز اللي تصير مثلا body of the uterus اللي نسميها احنا اللايوماياما. هذه هي benign smooth muscle tumor of the uterus، لكن مرات تكبر بسرعة خاصة بالحمل وغيرها، فممكن يصير بيها infarction وبالتالي يسوي لي severe pain. okay.
وممكن عندي العرض الآخر أو الكلينيكال إفكت الآخر اللي تسبب لي الأورام هي الكاتشاكسيا أو الويستينج، وهاي اللي نشوفها طبعا هي المالجننت تيومر. ونقصد بالكاتشاكسيا أو الويستينج هي الـ unintentional weight loss. أوكي، يعني مو البيشنت هو مسوي دايت أو شيء ويخسر وزن، لا، البيشنت يخسر وزن unintentional، يعني بدون إرادة. نشوف وزنه ده يتناقص، نشوف شهيته قاعد تضعف، عضلاته قوته، يصير عندنا احنا نسميه muscle wasting، حتى الكتلة العضلية تبدي تتضائل تدريجيا. هذه اللي احنا نسميها بالكشخصية الويستينج، واللي يكون موجود او نلاحظه ويا المالجنانت تيومرز، بالاضافة طبعا الى راح نحكي عنه بعد شوية اللي هو البارا نيوبلاستيك سيندروم. إذن the importance of neoplasms ultimately lies in their effect on the patients. Although malignant tumors are more threatening than benign tumors, morbidity and mortality may be associated with any tumor, even a benign one. Both malignant and benign tumors may cause problems because of location and impingement of the adjacent structures مثل ما قلنا بمثال البيتوتري ادينوما. الفانكشنال اكتيفيتي از هرمون سينثيسيس اور ديفلوبمنت اوف بارانيوبلاستيك سيندرومز مثل ما حكينا بموضوع الانسولينوما. البليدنج اند انفكشنز وين تيومر اولسريتس ثرو ذا ادجيسنت سيرفيسز، انطينا مثال البليدنج تيومرز اللي تصير بالجي اي تي واللي تسوي لي انيميا. السيمبتومز ذات ريزلت فروم رابتشر اور انفاركشن، انطيناكم مثال اللايوميوما والكشخصيه اور الويستنج. هسه نجي نفصل موضوع الكاشخصية والويستينج والبارانيوبلاستيك سيندروم. بالنسبة للكاشخصية اللي نلاحظها بالكانسر بيشنت، many cancer patients suffer progressive loss of body fat and lean body mass accompanied by a profound weakness, anorexia and anemia, a condition referred to as كاشخصية weakness وانيروكزيا. انيروكزيا يعني فقدان الشهية التام للأكل، وأنيميا فقر الدم، هاي نسميها احنا بالكاشخصية. There is a relation between the size and the extent of spread of the cancer and the severity of the كاشخصية. اعتيادي كل ما كان المالجنت تيومر حجمه أكبر، كل ما يكون واصل مرحلة أعلى زين ومسوي مثلا ميتاتس أو غيرها، كل ما نشوف الكاشخصية تكون more or profound أو أكثر بهذا البيشنس، يعني يكون بالمراحل المتقدمة للورم أكثر مما هي بالمراحل البداية. كشخصية شو سببها؟ كشخصية is not caused by the nutritional demands of the tumor. Is not caused by the nutritional demands of the tumor. Although patients with cancer are often anorexic, current evidence indicates that كشخصية resulted from the action of soluble factors such as the cytokines produced by tumor and the host rather than reduced food intake. يعني صح هو التيومر ده يكبر ويحتاج الى نوتريشنال ديماند، لكن مو لدرجة انه يسوي لي كشخصية. صح ان البيشنت اللي عنده تيومر يكون بالغالب مثلا يا اما نتيجة الدبريشن يا اما نتيجة الافكت اوف تيومر يكون انيروكزيا ما يشتهي ياكل، لكن السبب الرئيسي لفقدان الوزن والعضل بحالة الكانسر هو الاكشن اوف سوليبل فاكتورز such as the cytokines اللي تنتج من التيومر والهوست rather than the reduced food intake. صح قلة الأكل ممكن تسوي weight loss، لكن السبب الأكبر لكشخصية بالكانسر هي إفراز هذه السيتوكاينز من قبل التيومر والهوست. ليش؟ ليش السيتوكاينز شنو شغلها أو شن راح تأثر على الوزن؟ هسه نشوف. In patients with cancer, the calorie expenditure remains high and basal metabolic rate is increased despite reduced food intake. And this is in contrast with the lower metabolic rate that occurs as an adaptive response in starvation. يعني احنا ممكن نقول كانسر عادة نكون ما يشتهي ياكل، سواء بسبب التيومر والمرض مالته او بسبب الدبريشن اللي غالبا ما ترافق patients with cancers. لكن رغم ال reduced food intake اللي عند الكانسر patient، البيزل ميتابوليك ريت ومستوى الحرق الكالوري اكسبنديتشر ريمينز هاي، على عكس ما يصير عندنا بحاله الستارفيشن. المفروض انه احنا ما ناكل
او نقلل الفود انتيك، البيزا ميتابوليك ريت والكالوري اكسبنديتشر يكون ينزل ينخفض، لانه يعني اصلا ما دا اكل فود، فخلي اقلل من الحركه شويه حتى اقدر استفاد من اقل كميات ممكنه من الطعام. لكن بالكانسر بيشنت وبسبب تاثير هذه السيتوكاينز، البيزل ميتابوليك ريت والكالوري اكسبنديتشر تبقى عاليه رغم الريديوست فود انتيك. التيومر نكروسيس فاكتور هو اكثر سيتوكين متهم بهذه العمليه، بعمليه التشخصيه، التيومر نكروسيس فاكتور بالاضافه الى other cytokines produced by the macrophages in response to tumor cells or by the tumor cells themselves mediate تشخصيه. هاو انه التيومر نكروسيس فاكتور suppress الابيتايت، راح يقلل الشهيه، and inhibits the action of lipoprotein lipase preventing the release of free fatty acids from the lipoproteins. اذا شفنا انه البيشنت with cancer يكون شهيته قليله والفود انتيك راح تكون ايضا عنده قليله، لكن مع ذلك وبفعل السيتوكاينز واللي على راسها التيومر نيكروسيس فاكتور، الكالوري اكسبنديتشر راح يبقى عالي، البيزل ميتابوليك ريت راح يبقى عالي، بالاضافه الى انه هذه السيتوكاينز هي تسوي سبريشن على الابيتايت وانهبت الاكشن اوف لايبوبروتين لايبيز اللي احتاجه في حالات الستارفيشن، preventing thus the release of free fatty acid from the lipoprotein. إذا هذا بالنسبة لموضوع التشخصية اللي هو unintentional weight loss and muscle wasting. نجي إلى موضوع آخر اسمه paraneoplastic syndrome، واللي أيضا نلاحظه بال patients with cancers. تعريف paraneoplastic syndrome هي مجموعة الأعراض symptom complexes that occur in patients with cancer and that cannot be readily explained by local or distant spread of the tumor or by the elaboration of hormones indigenous to the tissue of origin of the tumor. يعني شنو؟ إذا هي مجموعة من الأعراض ترافق أنواع معينة من الكانسرز. هذه الأعراض لا تفسر باللوكال او الديستنت سبريد اوف ذا تيومر، يعني مو ال اقدر افسرها انه الافكت او اللوكال افكت اوف ذا تيومر نفسه، ولا بالالابوريشن اوف هرمونز اندجينس تو ذا تيشو. يعني شنو؟ ان فور اكزامبل المالجنسيز ممكن تسوي ميتاستاسيس للبون، ومن تسوي ميتاستاسيس للبون وتسوي اروجن وديستركشن بالبون راح تطلع كالسيوم، فيصير عندي هايبركالسيميا. اذا هنا الديستنت افكت او الديستنت سبريد اوف ذا تيومر للبون هو اللي سوى لي الهايبركالسيميا، فهذا مو بارانيوبلاستيك سيندروم، ذس از نوت ا بارانيوبلاستيك سيندروم. لكن اكو بعض التيومرز او المالجنسيز مثلا الكانسر اوف ذا لانج، نوع معين من انواع الكانسرز اوف ذا لانج يفرز باراثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد، هذه ترفع مستوى الكالسيوم بالدم، تسوي هايبركالسيميا، لان شغلها يشبه شغل الباراثايرويد هرمون، اسمه باراثايرويد هرمون لايك بيبتايد او ريليتد بيبتايد. اوكي، مواد تفرز من الكانسر اوف ذا لانج عملها يكون مشابه لعمل الباراثايرويد هرمونز، ترفع مستوى الكالسيوم في الدم فيؤدي الى وجود الهايبركالسيميا مع الكانسر اوف ذا لانج، هذا paraneoplastic syndrome. لكن الهايبركالسيميا الجاية نتيجة الـ distant metastasis of tumor إلى البون، هذاك مو paraneoplastic syndrome، هذاك ليس paraneoplastic syndrome، لأنه ذاك قدرت أفسره بالـ distant spread of the tumor. لكن الهايبركالسيميا اللي تكون نتيجة إفراز الباراثايرويد هرمون related peptide، هذه هي paraneoplastic syndrome. الجملة الثانية هي قلنا لا نفسرها باللوكال أو الديستنت سبريد أوف تيومر، ولا بالإلابوريشن أوف هرمونز إنديجينوس تو ذا تيشو أوف أوريجن أوف ذا تيومر. قبل شوية ذكرنا أنه من يصير عندي إنسولينوما اللي هي بناين تيومر أوف آيلت أوف بنكرياس، اللي هي النورمال فانكشن مالتها هو إفراز الإنسولين، فمن صار بيها يعني هو إنديجينوس الأصلي مالتها هو افراز الانسولين، من صار بيها تيومر ظلت تفرز انسولين بكميات كبيره لانه صارت تيومر، هذه not a paraneoplastic syndrome، هذه نسميها
functional activity of the tumor. لكن شو بنسميه paraneoplastic syndrome؟ لما for example ال نوع من انواع اللونج تيومر ويفرز لي ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. اوكي، ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون من اسم ادرينو، هذا اللي يجينا من الكورتكس مال الادرينال جلاند. اوكي، بس الغريب انه من صار عندي سي اي لونج، اوكي، كارسينوما باللونج، قامت هاي الخلايا السرطانيه تفرز لي اي سي تي اتش لايك بيبتايد، مواد تشبه الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، واللي تسوي طبعا بالبيشنت تسوي له اعراض مال كوشينج سيندروم، وكانما واحد ماخذ ديكسن، تسوي سمين، تسوي البشره حمراء، تاخر من التئام الجروح، تسوي عنده ضغط، تسوي عنده سكر، تسوي عنده المون فيس، تسوي عنده الهشاشه بالعظام، زين، نتيجه زياده بافراز الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون لايك بيبتايدز اللي هي مو انديجينوس للتشوز مال اللنج، حتى من يصير تيومر تقوم تطلع من عندها، هذه المفروض تطلع من الادرينال جلاند، لكن من صار مالجنسي باللنج قام يطلع لي هيك مواد، فاذا هذا ايضا بارانيوبلاستيك سيندروم. اذا هي symptom complexes that occur in patients with cancer that cannot be readily explained by local or distant spread of the tumor or by the elaboration of hormones indigenous to the tissue of origin of the tumor. شكد نسبة حدوثهم؟ They appear in 10 to 15% of patients with cancer and their clinical recognition is important for several reasons. ليش مهم انه اعرف انه اكو هيك ظاهرة؟ لانه they may represent the earliest manifestation of an occult neoplasm. وحدة من مثلا البارانيوبلاستيك سيندروم for example انه يصير عندي clubbing بالفينجر، شكل الاصابع راح يبدي يتغير ويصير مثل عصا الطبل. هذه هم فتبارا نيوبلاستيك سيندروم يصير عندي ويا كذا كذا تيومر. ممكن البيشنت يكون ما حاس على اي شيء، لكن اول ما يجيني بسبب تغير شكل الاصابع على الكلابينج، فاذا ابدي ادور على فد هيدن مالجنسي. So they may represent the earliest manifestation of an occult. شنو occult؟ مخفي. Of an occult neoplasm. In affected patients, the pathological changes may be associated with significant clinical illness and may even be lethal. يعني مرات البارانيوبلاستيك سيندروم هي بحد ذاتها تكون كلش مؤذية للبيشنت، ممكن تقتله مثل ما شفنا بالكوشينج سيندروم اللي يصير ويا certain type of lung cancers، لأنه يعني هذا الكوشينج سيندروم فراز ستيرويد بكميات كبيرة، يعني مشاكل كلش مشاكل صحية كلش هواية، تبدي من الضغط والسكر والسمنة إلى الهشاشة بالعظام. The symptom complexes may mimic metastatic disease and thereby confounding treatment. مثل ما شفنا انه من يصير عنده هايبركالسيميا نبدي نفكر ليه يكون صاير عنده ميتاستاسيس، لكن ممكن يكون هو ما صاير عنده ميتاستاسيس وانما مجرد افراز الباراثايرويد هرمون ريليتد بيبتايد. Sorry. The most common paraneoplastic syndromes are hypercalcemia, Cushing syndrome, and non-bacterial thrombotic endocarditis. Non-bacterial thrombotic endocarditis نوع من أنواع التخثر اللي يصير ويا malignant tumors. And the neoplasms most often associated with these and other syndromes are the lung, أكثر شيء والبريست والكانسر وبعض الهيماتولوجيكال malignancies. الهايبركالسيميا ان كانسر بيشنتس هسه مرات اذا هسه ورا ما حكينا هالحكايات انه ليش يصير ممكن هايبركالسيميا، نجي نسال السؤال انه الهايبركالسيميا هسه ليش ممكن تصير كانسر بيشنت؟ اذا ممكن تكون بارانيوبلاستيك سيندروم، ممكن تكون ديو تو ميتاستاسيس. اوكي، فالهايبركالسيميا ان كانسر بيشنت از مالتي فاكتوريال، متعدده الاسباب، but the most important mechanism is the synthesis of a parathyroid hormone related protein by a tumor cells. Another possible mechanism for hypercalcemia is the widespread osteolytic metastatic disease of the bone. Of note, however, hypercalcemia resulting from skeletal metastasis is not a paraneoplastic syndrome. هذا الكوشينج سيندروم اللي حكينا عليه، جسد شكل البيشنت هو ممكن يكون بارانيوبلاستيك سيندروم،
usually related to ectopic production of ACTH or ACTH-like polypeptide, adrenocorticotropic hormone-like polypeptide, by the cancer cells, as occurs in small cell carcinoma of lung. ونشوف الأعراض مالته مثل الهايبركالسيميا, red face, increased susceptibility to infection, okay, fluid retention, edema, purple striae, fat deposition in the abdomen, osteoporosis, increased risk of fractures. هواية changes تصير بال patient. هاي striae مال Cushing syndrome. Paraneoplastic syndrome also may manifest as hypercoagulability, leading to venous thrombosis and non-bacterial thrombotic endocarditis. Other manifestations are clubbing of the fingers and hypertrophic osteoerythropathy, واللي غير معروفة الميكانيزم, in patients with lung carcinoma. هاي clubbing اللي حكينا عنها, إنه فت changes تصير بال shape of the fingernail, بحيث تروح هذه الأنجل الموجودة normal هنا تروح تصير مدورة محدبة عبالك عصا طبال. إذا انتهينا من الجزء الأول من التيتوريال اللي هو the clinical aspect of the neoplasia, نجي إلى part أنا أعتبره يمكن من أهم المواضيع اللي أخذناها بمحاضرات النيوبليجيا, اللي هو laboratory diagnosis of cancer. هسه أنت طبيب وجاك المريض عنده tumor أو mass, وأنت شاك بهذا التيومر أنه هل هو benign هل هو malignant, وتريد توصل إلى definitive diagnosis حتى تنطي treatment. شلون تسوي الانفستيجيشنز مالتك بحيث توصل للرايت دايجنوسيس؟ اكيد احنا نبدي طبعا من الهيستوري واخذ المعلومات الكافيه من المريض, كل شيء ريليتد للحاله, وبعدين نسوي لها فحص اللي هو كلينيكال اكزامينيشن, ثم راح نضطر نسوي الديفينيت دايجنوسيس فور ذا تيومر طبعا, وذر بنان اور مالجنانت. عندي شيء نسميه احنا المورفولوجيكال ميثود. يعني شنو مورفولوجيكال ميثود؟ يعني مثل ما شايفين هذا الطبيب ده يفحص تحت المجهر. اذا مورفولوجيكال هو شكل التيومر اللي نشوفه احنا تحت المجهر. حتى نوصل هاي المرحله انه نجيب التيومر ناخذ من عنده قطعه ونخليها على سلايد ونفحصها بعيننا تحت المجهر حتى نوصل للديفينيتيف دايجنوسيس, احتاج الى اشياءات مساعده هوايه, من ضمنها هيستوري مضبوط زين ومعلومات كاملة. يعني من تجيني الورقة أنا أستلم عينة اللي هي التيومر اللي أزيل جراحيا زين, وبياها ورقة بها معلومات. لازم تكون هذه المعلومات الكلينيكال داتا كاملة حتى أقدر أوصل للدياجنوز الصحيح, ضمنها اسم البيشنت, الاي دي, من عمره, لأن يعني العمر عندي راح يفرق. أكو أنواع تيومرز ممكن يكون كلش متشابهة, لكن لو أعرف أنه هذا طفل فراح أعرف أنه التيومر الفلاني لو هذا كان أدلت, فإذا هذا التيومر الفلاني أخلي احتمالات وأستبعد احتمالات أخرى, أيضا بالاعتماد على عمر المريض وجنسه زين, والمعلومات الأخرى مثلا من تاريخ ظهور الحالة, كلينيكالي شلون كان التيومر, وهل ماخذ أدوية, هل ماخذ راديشن, هل ماخذ كيموثيرابي, هل هذا أول مرة للتيومر لو المرة الثانية أو الثالثة, وهكذا. إذا أحتاج إلى فل كلينيكال داتا مثبتة على الورقة اللي تكون مصاحبة لأي عينة نستلمها بالمختبر حتى نفحصها. أوكي, أحتاج إلى راديولوجيكال داتا. شنو راديولوجيكال داتا؟ خاصة مثلا موضوع البون تيومر, دائما أحتاج إنه ويا العينة والكلينيكال داتا يجزولي صورة الأشعة والرنين أو المفراس حتى أقدر أوصل إلى التشخيص النهائي, أيضا لتشابه بالأشكال بين أنواع مختلفة للتيومرز. مرات فقط الإكس راي هي تكون عندي الفيصل بيناتهم. Often the laboratory diagnosis of cancer is not difficult. The two ends of benign and malignant spectrum pose no problems. يعني أكو معظم الحالات أنه أنا عندي benign كلش واضح أو عندي malignant كلش واضح, وأقدر بسهولة أنه أفصل بيناتهم. لكن in the middle however lies the gray zone, أنه مرات أحيانا أنه لكن في أحيان كثيرة ممكن يكون التفريق بين أنه هل هذا benign أو malignant أحيانا يكون صعب,
واحتاج الى اكسترا ثينجز انه نسويها، مو دائما الصوره تكون كلش واضحه، يا ابيض يا اسود، اكو هواية مرات نوقف بالجراي زون. Declinations tend to underestimate the role they make in the diagnosis of a neoplasm. عندنا طبعا دائما مشكلة انه ويا الاطباء الكلينيشن نقصد بيهم الاطباء الباطنية او الجراحة، هذول احيانا underestimate، ما يقدرون اهمية المعلومات اللي ممكن يزودون بيها واللي تكون يعني كلش مهمة وفاصلة بالوصول إلى التشخيص. ما تكتفون بإرسال فقط العينة بدون أي clinical data which is very wrong and unacceptable، غير مقبول. دائما احنا نحتاج إلى full history and clinical data with radiological data. So clinical and radiological data are very important for optimal pathological diagnosis. For example، مثلا radiation induced changes can be similar to those of cancer. يعني مرات انه هو ماخذ اشعاع ومنتهي عنده الورم، لكن ارجع اني افحص وراء اكو تاثيرات الاشعاع تكون كلش مشابهه ل يعني الخلايا المصابه بالاشعاع تكون كلش تبيها فد مورفولوجيكال تشينجز بحيث تشبه المالجننت سيلز، واقول انه لا اكو رمننت واكو مالجننسي واكو كذا، بينما هو جاست راديشن افكت. كان اغناني عن هذه المشكله لو ذاكر لي الطبيب المرسل انه البيشنت ترى ما اخذ راديشن من كذا فتره. Sections taken from a healing fracture can net an osteosarcoma. يعني تعرفون احنا من يصير عندنا healing يعني fracture كسر، وهيلينج راح تبدي خلايا كوندروبلاست واوستيوبلاست تبدي تكون عظم جديد، تكون خلايا كلش بدائيه. الخلايا السرطانيه هي ايضا خلايا شكلها يكون بدائي، فالخلايا السرطانية تفريق عن الخلايا البدائية الأوستيوكلاس الأوستيوبلاست اللي تظهر من أكو فراكتشر يكون كلش متشابه. فأني من أجي أشوفها بالسلايد أقول أوه هذا عنده كانسر، عنده أوستيوساركوما وماليجنانسي وكذا وكذا، بينما هو سمبل بيشنت كان مفروض تقول الطبيب أن ترى عنده فراكتشر وهذه العينة أخذناها من مكان الفراكتشر حتى أتوقع ظهور مثل هيك خلايا بدائية وكارترج بدائي، معناته انه هذا كسر ديلحم وليس كانسر. The laboratory evaluation of a lesion can be only as good as the specimen submitted to the examination. قلنا انه اي عينه ترسل لنا لازم يكون مرافق وياها clinical data و radiological data، بالاضافه الى انه هي العينه اللي توصلنا شنو مواصفاتها. كل ما تكون العينة اللي واصلتنا عينة جيدة من ناحية الحجم ومحفوظة بطريقة جيدة ومأخوذة من أماكن صحيحة، كل ما كان وصولي للتشخيص أدق وأسهل. فإذا السبيسيمين هاي تحفظوها مثل أساميكم must be adequate كافية representative مأخوذة من مكان يمثل الورم بشكل صحيح and properly preserved محفوظة بشكل صحيح. إذا أنا داز أنا جراح وسويت عملية ودزيت عينة كلش صغيرة للباثولوجيست قد ما يستطيع الوصول إلى الدايغنوسيس الصحيح، فإذا لازم أحاول أخذ أكبر عينة أقدر أخذها representative إنه العينة مأخوذة من مكان صحيح من الورم. يعني شو المكان صحيح؟ إحنا نعرف إنه قلنا مثلا الورم من يكبر بسرعة السنتر مالته شي يصير بيه نكروسز، اوكي، فما اجي اني اخذ من المنطقه بالسنتر لانه هاي دائما راح تكون نكروتيك تيشو وبالتالي ما راح يطلع شي بالسلايد يم الباثولوجيست. بنفس الوقت ما اخذها كلش من المارجن كلش من الحافه مال التيومر، ليش؟ لانه انا احتمال راح اخذ نورمال تيشو مو تيومر تيشو وبالتالي هم ما راح يطلع شي يم الباثولوجيست غير نسيج طبيعي. فاذا تكون ريبريزنتيف وتكون properly preserved. يعني شنو properly preserved؟ أي عينة تأخذ من جسم الإنسان خلال وضعها خارج الجسم لفترة بسيطة يصير بيها تحلل ذاتي autolysis وتخرب، فإحنا حتى ما نوصل هاي المرحلة لازم نكون حافظيها بشكل صحيح. طريقة حفظ العينات يكون بوضعها بمواد preservative fixative اللي هي مثل الفورمالين اللي كنا نحفظ بيه سابقا من جثث من كنا طلاب بالكلية. الفورمالين يمنع الأوتوليسيز، يمنع تحلل وتفسخ الأنسجة. لا يكفي وضعها بدرجات حرارة قليلة، مثلا نقول له روح خليها بالثلاجة اليوم وباكر أخذها للمختبر
وضعها بالثلاجة ممكن يقلل من سرعة التحلل لكن لا يمنع، لذلك وضعها بالثلاجة غير كافي. وضعها بمحلول النورمال سلاين، قل له خليها بنورمال سلاين من نار الباكر، أخذها للمختبر مثلا. أيضا هذا لا يكفي، لأن وضعها بالنورمال سلاين يعني بس مجرد نرطبها ممكن يقلل من سرعة الأوتوليسيس لكن لا يمنع. ما يمنع الأوتوليسيس هو وضعها بالفورمالين بمواد حافظة. إذا enough tissue is required that is representative of the tumor, not from the necrotic center or very peripheral, may be normal tissue and well preserved in fixative material like formalin to prevent the autolysis. زين، شنو نوع العينة ممكن نرسلها إلى المختبر؟ ممكن ناخذ بايوبسي، نسميها تشو بايوبسي، مثل هذه الصورة الأولى، هاش نسميها تشو بايوبسي، أنه شلنا النسيج وأرسلناه للمختبر. ممكن نسوي fine needle aspiration، يعني شنو fine needle aspiration؟ أنه باستخدام نيدل، باستخدام إبرة، نقدر نسحب بعض الخلايا من التيومر ونفحصها في حال كانت سرطانية أو حميدة. وممكن بس مجرد المسحات اللي احنا نسميها cytological smears، ان ناخذ مسحات سواء مثلا بحالة اللثة او بحالة عنق الرحم، ناخذ مسحة من التشو. هذه المسحة لو كان اكو خلايا سرطانية او abnormal تتساقط هي normally وتلتصق بالفرشة او بالسباتولا اللي استخدمها، ثم افرشها على السلايد وافحصها واشوف اذا هي malignant او benign. فإذا ثلاث أنواع من السامبلينج عندي: either the tissue biopsy, whether incisional or abscissional tissue biopsy, وعندي fine needle aspiration و cytological smears. شنو أقصد incisional و excisional؟ What are the differences between excisional and incisional biopsy؟ Excisional يعني أشيل الورم كله، incisional أشيل جزء من عنده، فش وقت أستخدم هذه وش وقت أستخدم هذه؟ من نجي على الانسجنال بايوبسي او الانسجنال سوري بايوبسي، it is the removal of representative sample of the lesion with part of normal tissue. هسه عندي هذا التيومر ما اريد اخذه كله، راح اخذ جزء من عنده بس على مود التحليل، بس على مود اوصل تشخيص، لذلك هي فقط diagnostic. فشلت نورم جزء مثلي للتيومر representative، شوف منين اخذته، مو بس من السنتر او بس من البريفري، أخذت من هنا لهنا، فأخذت حتى normal tissue و lesional tissue. Okay, part from the lesion و normal adjacent tissue in order to make a definitive diagnosis before treatment. لذلك الغرض من incisional biopsy هي diagnostic. شو وقت ألجأ لها؟ ليش ما شلت الورم كله من البداية وفضيتها؟ ألجأ لها لما يكون ال lesion is so large, deep or in dangerous location with a suspicion of malignancy. لما يكون التيومر كلش كبير او في مكان خطر صعب الوصول اله، ما اقدر اشيل العمليه سهله، اقول هسه خلي اخذ خز عمل عنده وبعدين نشوف شو يطلع ويانا ونسوي العمليه الديفينيتيف. هذه هي الانسجنال لما نكون لارج ديب اور ان دينجرس لوكيشن. الاكسجنال بايوبسي هي كومبليت سيرجيكال ريموفال للليجن for both diagnostic and therapeutic purposes. هنا أنا هم شلتها وشخصتها هي شنو، وبنفس الوقت هم عالجتها. هذه عندي skin lesion مثلا، أشيله بهالطريقة. شوف أنا شلت جزء كبير من النورمال تشو لأنه شاكة إنه هذا قد يكون malignancy واني ما أعرف لي وين واصل microscopically، جزء مادة ذراعات لهنا أو لهنا، ففضل إنه أشيل شوية من النورمال تشو دار مدارها، إحنا نسميها بالsafe margin. واللي بالفحص من اجي اني افحصها كباثولوجيست ما اكتفي بس اقول لك انه مثلا اي طلع هذا مالجننت تيومر نوعه كذا والجريد مالته كذا، لازم اعلق لك على المارجنز مالتك اذا كانت سليمه ما بيها تيومرز، معناته ان انت شايل كميه كافيه، او اقول لك لا والله بعد هالمارجنز اللي شلتها بيها تيومرز راح تضطر انه تشيل بعد ليكون اكو بواقي للكانسر. So it is a complete surgical removal of the lesion for both diagnostic and therapeutic purposes. This is usually done whenever the size and location of the lesion allows complete removal with a wide margin of surrounding healthy tissue. يسميناها بالسيف مارجن.
الفاين نيدل اسبيريشن اللي قلنا هي وايدلي يوز، إبرة وندخلها بداخل الماس حتى نسحب خلايا ونفحصها على السلايد، وأيضا ما نسويها بالبريس بالثايرويد باللنف نود بالساليفري جلاند، خاصة إذا كانت الماس هي already palpable يعني مبينة وظاهرة للعيان وأقدر أمسكها وأشكها بالإبرة. So it involves aspiration of cells from a mass followed by cytological examination of the cells after they have been spread out on a slide. This procedure is used most commonly with readily palpable lesions affecting the breast, thyroid gland, and salivary gland. زين لو كان هذا الليجن مثلا ديب او نون بابابل، زين يا اما يكون صغير سوري او عميق بحيث مو بسهوله اقدر ازمه بايدي واشكه بالابره، احتاج الى مساعده من الترا ساوند مثلا او سي تي سكان يعني من راديولوجيكال يخلي لي الابره وبراوني الصوره على التلفزيون، وانا انزل بالابره لحد ما اضرب التيومر واسحب من عنده. Modern imaging technique permit extension of the method to deeper structures such as the pancreas. The use of FNA obviates surgery and its attendant risk. شنو فائدة ال FNA؟ FNA مختصر fine needle aspiration، وش وقت LGL هل fine needle aspiration؟ تخيل انه انت مريض بدل ما تسوي له عملية وتنطي general anesthesia وتعرضه الى مشاكل العملية وتعقيداتها والكوست والنوم بالمستشفى، انت فقط بإبرة ممكن تدخل على التيومر تسحب من عند الخلايا وتفحصها اثناء ما هو قاعد يمك بالمختبر زين او الاستشاريات بدون ألم تقريبا، مجرد ألم يعني واخذت إبرة بدون اي انستيزيا، والنتيجة تظهر خلال ربع ساعة الى ساعة نكون ناطين احنا النتيجة للبيشنت. فإذا هي سريعة واقتصادية وسهلة وما بيها أي مشاكل وأي مضاعفات، لكن الدروباك مالتها أو الصعوبة أنه هنا إحنا نفحص فقط خلايا small sample size، لنفحص فقط خلايا ما أقدر أنطي عليها diagnosis كلش قوي ولا معلومات كاملة، يعني for example راح تطلع عندي مثلا خلايا سرطانية، لكن هل هذه خلايا سرطانية هي مثلا just in situ ولا مسوي انفيجن، او مثلا خلايا سرطانيه غير معلومه المصدر، لازم اني استخدم عليها بعد اميون هيستوكيمستري وصبغات اضافيه وشغل اضافي حتى اقدر اميز انه هل نوعها شنو او اصلها شنو. فاذا اكو فد ليميتيشن للموضوع، يعني الدايجنوستس اللي احصل عليه بالفاينل اسبيريشن لا يعادل الدايجنوستس اللي احصل عليه بالتشو بايوبسي، لكن ممكن يكون حل. يعني patient كبيرة بالعمر وعندها أمراض كلش هواية وعندها breast mass، ممكن أول خطوة أسوي هي هو fine needle aspiration، في حال وجدت cancer راح أدخلها رأسا إلى الماستكتومي ورفع الثدي ورفع الورم، أفضل ما أنه أجيبها أسوي لها incisional أو excisional biopsy وتطلع عندي malignancy وأرجع أسوي لها عملية ثانية حتى أشيل breast، وكله طبعا cost وتعب على patient وتأخير. فممكن الأثناء تحلي هيج نوع مشاكل أوكي، لكن النتيجة غير معتمد عليها بالتشخيص النهائي، هي فقط مساعدة في تقرير خطة العلاج أوكي. نفس الحالة عندي بالمسحات السيتولوجيكال بابا نيكولو سميرز. هذه شنو فكرة المسحة؟ فكرة المسحة أنه هي الخلايا السرطانية، تتذكرون من كنا نحكي شلون نسوي ميتاستاسيس، هي تكون متفككة عن بعضها، تحب تسوي dissociation، الخلايا غير مرتبطة تنفك واحدة من الثانية حتى تروح تسوي invasion وتسوي metastasis، وبنفس الوقت تتساقط. يعني اتخيل اني لو عندي dysplastic malignant cells على عنق الرحم، هذه من وحدها هي راح تتساقط زين، فاذا اني اخذ هاي الخلايا متساقطة بمسحة بعودة احنا نسميها spatula ونفرشها على السلايد ونفحصها، راح نعرف انه اذا اكو ديسبلاستيك او مالجنانت سيل سمح الله بالسيرفكس اوف دي فيميل، وبالتالي نرجع للخطوه الثانيه انه مثلا نسوي عينه او خزعه او نشوف شنو نقرر لها. هاي بالبدايه اول ما اخترعوا المسحات كانت هي مصممه فقط لعنق الرحم، ثم تطورت الامور الى ان ناخذ مسحه من القصبات الهوائيه او ناخذ مسحه من
الفلويدز اللي تصير بالبلورال او بالابدومينال بريتونيال كافيتي، ونشوف اذا اكو مالجنت سيلز متساقطه بي او لا. So historically this method has been used widely for discovery of carcinoma of the cervix, often at an in situ early stage, but now it is used to investigate many other tumors such as the bronchogenic carcinoma for the identification of the tumor cells in abdominal, pleural, and cerebrospinal fluid. In neoplastic cells, shufu, are less cohesive than others and are therefore shed into fluids or secretions. They shed cells are examined for features of aneuploidia indicative of their origin of from a malignant tumor. زين، من الوسائل المساعدة اللي قد أحتاجها for the morphological diagnosis of a tumor هي استخدام صبغات مناعية خاصة اسمها immunohistochemistry. شنو فكرة الاميونوهيستوكيمستري؟ أن نبحث بالخلايا على أنتيجين معين. إذا هذا الأنتيجين، شوفوا وياي هاي الصورة الجوة، إذا هذا الأنتيجين موجود، الصبغة مالتي هي عبارة عن primary و secondary antibody لهذا الأنتيجين. وش مرتبط بهذا السكندري أنتيبادي؟ مرتبط بصبغة لونها مثلا بني brown precipitate. فإذا الأنتيجين موجود راح تطلع عندي الصبغة بالسلايد، تطلع عندي هالخلايا بنية، معناته انه هاي الخلايا اللي صبغت بني هي خلايا محتوية على هذا الانتيجين، مثل هسه هاي الصورة. هاي الخلايا ليش صبغت بني؟ لأنه هاي الخلايا كانت محتوية على الانتيجين اللي أنا دا أدور عليه. شلون لقيته؟ استخدمت انتي بودي ضده. هذه فكرة الاميون هيستوكيمستري. زين شنو الفائدة؟ الفائدة شنو؟ انه احنا مثلا مرات عندنا undifferentiated carcinoma. هسه هذا الورم بالضبط قدامكم بالصورة undifferentiated tumor، مدى أعرف هل هو كارسينوما، هل هو لينفوما، أو هل هو ساركوما، لو مايلوما، لو ميلانوما، لو أي شيء. زين، فخلي أدور على الأنتيجينات الموجودة بكل وحدة من الخلايا. يعني إذا كانت مثلا لينفوما راح يكون بيها CD45، أستخدم أنتيبادي ضده وأشوف يطلع لي لون لما يطلع لي. إذا هي كارسينوما يعني epithelial cells يعني بيها سيتوكيراتين، إذا هي ميلانوما راح يكون بيها ميلانين وهكذا. فإذا ندور على الأنتيجين باستخدام أنتيبادي، هذا الأنتيبادي حامل لصبغات. هذه أول فائدة for detection for example of cytokeratin by stains performed with specific monoclonal antibodies point to a diagnosis of undifferentiated carcinoma rather than large cell lymphoma. ليش؟ لأن الكارسينوما يصير بيها سيتوكيراتين، بينما اللينفوما يصير بيها CD45. فأنا مثلا أصبغها بنفس الوقت CD45 وأصبغها مثلا سيتوكيراتين، أشوف ياها راح يطلع بوزيتيف، معناته هو طلع السي كي سيتوكيراتين فهو كارسينوما، طلع CD45 فهو لينفوما. إذا فادتني بالتفريق بالأندفرنشيتد مالجنانسيز. Similarly, detection of a prostatic specific antigen in metastatic deposit by immunohistochemical staining allows definitive diagnosis of a primary tumor in the prostatic gland. يعني جتني صورة malignancy metastatic بس ما أعرف منين، مثلا بالبون وماس، وشلت هذه الماس بوعد عليها والله شكلها ما metastatic carcinoma، هاي malignant cells شكلها epithelial وكذا وglandular. زين بس أنا ما أعرف هذا adenocarcinoma منين جاييني. أوكي، حتى أعرف منين جاييني هم راح أستخدم صبغات تبحث عن الأنتيجينات. For example أنا مثلا هذا الpatient male فدا أشك والله هذا يجوز جاي مثلا من الجي آي تي أو يجوز جاي من البروستيت، خل أصبغه صبغات خاصة بالبروستيت، صبغت الأنتيبوديز ضد البروستاتيك specific antigen، من طلع لي بوزيتيف عرفت معناته أنه هذا التيومر إذا جاي من البروستاتيك جلاند، بروستيت جلاند. زين، فإذا فادتني في معرفة السورس أوف metastatic malignancy. زين، اكو بعض الاورام مثلا for example the breast cancer. The breast cancer اذا الخلايا مالته انشخصته هذا breast cancer وكذا grade وكذا stage sorry اذا كانت هاي الخلايا السرطانيه اظهرت انتيجينات لمستلمات الاستروجين يعني بيها استروجين receptors، شو راح استفاد اني؟ ليش افحص مثلا هذا البريست كانسر اشوف بيه مستلمات الاستروجين لو لا؟ اذا كانت هذه خلايا سرطانيه خلايا سرطانيه بيها ER يعني استروجين ريسبتر بوزيتيف،
معناته انه هاي الخلايا سرطانية من النوع المعتمد على الاستروجين بالنمو. فاذا اني قطعت عنها الاستروجين، انطيتها انتي استروجين ثيرابي، فادتني انه اقلل الريسك مال ريكورنس اوف ذيس تيومر. اوكي، فاذا فادني بالتريتمنت. بالاضافه الى انه اكو معلومات تقول عندي انه البريست كانسرز اللي يطلعون اي ار بوزيتيف البروجنوسيس مالتهم هواي احسن من البريست كانسر اللي يطلعون اي ار نيجاتيف. فاذا فاتتني بالبروجنوسيس. من هذا نستنتج انه الاميونوهيستوكيمستري اصابات المناعيه لها فوائد عديده، من ضمنها الدايجنوسيس اوف اندفرنشيتد تيومرز، الديتكشن اوف برايمري تيومر سايت ان ميتاستاتيك كارسينوما اوف انون اوريجين، help in deciding the type of treatment the tumor mostly respond to. مثل ما شفنا بالبريست انه اذا اي ار بوزيتيف معناته اذا اقطع الاستروجين راح يستجيب. وفور بروجنوستيك بيربسز ايضا شفنا مثال البريست كانسر يفيدني معرفه من هو اللي جود بروجنوسيس ومن هو اللي باد بروجنوسيس. يبقى عندنا موضوع التيومر ماركرز. شنو هي التيومر ماركرز؟ معلمات سرطانية. اوكي، معلمات سرطانية، ها شنو المعلمات السرطانية؟ قد تكون انزيمز، قد تكون هرمونز، او اي اذر تيومر ماركر، يعني فتشي مرتبط بالتيومر. التيومر يفرزه، سواء يفرز انزيم سواء يفرز هرمون ويطلع بالدم، هذه اعتبرها اني تيومر ماركر. يعني البروستيت كانسر يطلع لي بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين بالدم، فاني اجي اشوف مستوى، اذا كلش عالي احتمالية وجود البروستاتيك كارسينوما ايضا يكون عالي. لكن مع ذلك لحد هسه يقولون التيومر ماركرز ما اقدر استخدمها بالتشخيص. ليش؟ لانه فور اكزامبل مثلا بالبروستات نفسها، بالبروستات كانسر يطلع عندي البي اس اي اللي هو بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين بكميات كلش عالية بالدم. اوكي، فاقدر اعتبرها مثل سكرينينج او اشارة الى انه هذا الشخص احتمال عنده بروستات كانسر، لكن مو اكيد. ليش؟ لأنكو بعض المرضى اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبربليجيا هم يرتفع عندهم البي اس اي بنسب معينه. اوكي، زين واحد يجي يقول لي انه بالكانسر يرتفع هوايه اعلى، بس ماكو فد ليفل قاطع بين انه جوا بناين وفوقا مالجنانت، لذلك هو لا سنسيتيف ولا سبيسيفيك وما اقدر اعتمد عليهم بالتشخيص. ممكن يفيدوني بالسكرينينج انه احنا نسوي يطلع عنده عالي ناخذ عنده من عنده خزعه. والفائدة الأكبر هي بالcontrol of treatment. يعني اليوم عنده السرطان الفلاني مثلا بالكولون أو شيء يفرز لي كارسينو امبريونيك انتيجين، طول ما هو عنده سرطان بالكولون مشخصته أني الكارسينو امبريونيك انتيجين عنده عالي، مسويت له تريتمنت وشلت الكانسر، المفروض من أتابعه بالكارسينو امبريونيك انتيجين يكون ينزل يهبط يرجع مستواه ماكو للصفر، وأبقى أتابعه بين فترة وفترة. من رجع صعد الكارسينو امبريونيك انتيجين معناته انه رجع للتيومرز، او انه ورا ما سويت العمليه الفتره سويت له كارسينو امبريونيك انتيجين اصلا ما نازل، معناته عمليتي اصلا كانت ما كافيه. اوكي، او الريموفال كان نوت سكسسفول، لان يفيدني بمتابعه التريتمنت. فالتيومر ماركرز هي بايوكيميكال اسيز فور تيومر اسوشيتد انزيمز هرمونز اند اذر تيومر ماركرز ان بلاد which cannot be utilized for definitive diagnosis of cancer, but however they are used as screening test and in monitoring the response to therapy or detecting disease recurrence. The PSA, prostatic specific antigen, used to screen for prostatic adenocarcinoma. Prostatic carcinoma can be suspected when elevated levels of PSA are found in a blood, but although PSA levels often are elevated in cancer, the PSA levels also may be elevated when benign prostatic hyperplasia, and there is no PSA level that ensures that a patient does not have a prostate cancer. Thus, the PSA test has both low sensitivity and low specificity. كل الـ tumor markers هي low sensitivity and low specificity. And its use as a screening tool has become controversial, but it is extremely valuable for detecting residual disease متبقي أو recurrence العودة following the treatment of prostate cancer.
ماركرات اخرى commonly used عندنا الكارسينوامبريونيك انتيجين نستخدمها ويا الكارسينوما اوف ذا كولون بنكرياس اند بريست، والالفا فيتا بروتين اللي يستخدم بمتابعه الهيباتو سيلولار كارسينوما. With successful resection of a tumor, these markers disappear from the serum and their reappearance almost always signifies recurrence. آخر فقرة عندنا هي المولكيولار دايجنوسيس، إيش وقت أحتاج تشخيص الجيني؟ أحتاجه مثلا لما أني كلش يعني فقدت الأمل إنه أعرف إنه هذا بناين أو يعني هذا فد هايبربلاستيك كونديشن، يعني نون نيوبلاستيك كونديشن فيرسس نيوبلاستيك. هنا أنا مثلا أحتاج أعرف الكلوناليتي، الكلوناليتي ما أقدر أعرفها إلا باستخدام مولكيولار تيست. فإذا الدايجنوسيس أوف مالينسي اللي يكون عادة مونوكلونال versus النون نيوبلاستيك كونديشن اللي هي البوليكلونال، أحيانا أحتاجها حتى أعرف البروجنوسيس والبيهيفير أوف ذا تيومرز، مثل ما أسوي مولكيولار تيست حتى أعرف الهيرتو نيو اللي عادة إذا كان موجود معناته البريست كانسر سيء، وإذا كان ما موجود معناته إنه هذا النوع من البريست كانسر حسن أو يعني أوكي جود بروجنوسيس. الديتكشن أوف مينيمال ريسيدوال ديزيز، أني انطيت تريتمنت الليمفوما المفروض إنه تكون البي سي آر أي بي إل إذا نتذكرها باللوكيميا سوري راحت، فإذا سويت مولوكيولار تيست وبعدها البي سي آر أي بي إل موجودة معناته ستيل عندي ريسيدوال ديزيز. ونقطة كلش مهمة اللي هي diagnosis of hereditary predisposition to cancer germline mutation مثل البراكا 1 بالعوائل اللي عندها family history مال breast cancer يحبون يسوون تيست حتى يعرفون مدى استعدادهم للإصابة بهذا المرض. فإذا كان مثلا البراكا 1 الجين اللي ضرب بالfamilial breast cancer mutated يقولون احنا راح نسوي mastectomy نشيل البريست حتى قبل لا يصير بيه كانسر، لأنه احنا عندنا family history كلش قوي ومن سوينا التحليل الجيني طلع عندنا البراكا 1 positive، فاحتمالية إصابتنا كلش عالية بالديزيز، فخلينا نسوي ماستكتومي وقائي. بالإضافة إلى أنه أحتاج بعض العلاجات أنطيها إذا وجود mutations معينة أو عدم وجودها، مثل بحث عن الألك والألك inhibitors أيضا تفيدني بتقرير الثيرابي، وهذه أحتاج لها molecular test. نلتقي إن شاء الله أيام التوتوريال الأونلاين حتى نناقش كيسات نوصل بيها للدايجنوسيس عن طريق الأشياء والمعلومات اللي تعلمناها بالتوتوريال. So be ready for that day. Thank you.